All everyone present from Dharma Productions. जानो देख लो मिट गई दूरियां मैं यहां انبأ من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. نجمة بوليوود كاجول تتحدث لأول مرة عن شاروخان بعد إعلان خبر صلحهما. ماذا قالت كاجول عن شاروخان وهل هناك خطط مستقبلية بينهما؟ حفل زفاف الثنائي البوليوودي سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني يتصدر عناوين الصحف الهندية والإعلان عن قائمة النجوم المدعوين للحفل. ما تفاصيل الخبر ومن هم النجوم الذين سيحضرون حفل زفاف النجمين؟ هجوم كبير على الممثلة ريا شاكرابورتي المتهمة في قضية رحيل نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت بعد دخولها في علاقة حب جديدة، والجمهور الهندي يحضر حبيبها الحالي. من هو الضحية القادمة ومن يكون؟ يبدو أن الممثلة ريا شاكرابورتي المتهمة في قضية رحيل نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت تحاول جاهدة بدء صفحة جديدة بعيدة عن دوامة الخلافات والمعارك التي خاضتها أثناء التحقيق في لغز رحيل سوشانت. اتفاجأ الجميع حصريا أنها قد دخلت في علاقة حب جدية مع المنتج بانتي سجدة شقيق سيما سجدة طليقة أرباز خان، إذ أكد نفس المصدر أن بانتي يريد الحفاظ على خصوصية علاقتهما. وللإشارة فبانتي يعد هو المدعم الحقيقي لريا شاكرابورتي خلال العامين الماضيين، إذ وقف بجانبها في أحلك ظروفها. كما كشفت المصادر أيضا أن بانتي سجدة هو الرئيس التنفيذي لوكالة إدارة المواهب التي تتعامل مع أسماء المشاهير الكبار في عالم الرياضة والترفيه، وعلى رأسهم فيرات كوهلي وروهيت شارما. فبعد انتشار الخبر لجأ العديدون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه رسائل تحذير لبانتي من أجل إعادة النظر في قرار ارتباطه بريا شاكرابورتي وتنبيهه لخططها التي دمرت حياة سوشانت سينغ راجبوت. لقد تصدر الثنائي البوليوودي سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني العناوين الكبرى للصحف الهندية بعد أن أكدت صحيفة التايمز أن الثنائي يستعد حاليا لعقد قرانهما في الأشهر القليلة الماضية، لتخرج صحيفة بوليوود لايف حصريا بمقال تؤكد أن النجمين قد أجل موعد زفافهما لبداية العام المقبل، ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل زفافهما بين مدينتي مومباي ودلهي. وبحسب ما ورد فكلتا العائلتين تعملان على مطابقة التواريخ الزوجين لتحديد موعد زفافهما بشكل مدقق. كما أكد نفس المصدر أن النجمين قد قام بتحديد قائمة الضيوف الأولية لحفل زفافهما، ويأتي في رأس القائمة كل من كاران جوهر، كاترينا كيف، فيكي كوشال، فارون دافان وزوجته ناتاشا دلال، وراكول بريتسينغ. اتساءل العديدون عما إذا كانت عاليا بهات ورامبير كابور من ضمن قائمة المدعوين للحفل، فالإجابة هي أن هذه القائمة مجرد قائمة أولية وليست نهائية، وسيتم الإعلان فيما بعد عن بقية الضيوف المدعوين للحفل.
सा झूम लूं मैं अरे ना रे ना रे ना जरा सा घूम लूं ओ दिल दीवाने पूछूं لقد أعاد ثنائي البوليوودي كاجول وشاروخان الحماس بين الصفوف معجبيهما بعد أن أثبت للجميع على مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي نظم في السعودية صحة صلحهما ووضع حد للخلافات التي كانت بينهما في الآونة الأخيرة إذ انتهزت العديد من المنابر الإعلامية الفرصة لإجراء مقابلات مع كاجول للإجابة عن العديد من الأسئلة ذات الصلة بعلاقتها بشاروخان وأعمالهما المستقبلية إذ أكدت كاجول أنها تشارك شاروخان رابطة جميلة مبنية على الود والاحترام كما صرحت حصريا بأنه لحد الآن لا توجد خطة عمل وربما يجب أن يطلب ذلك من شاروخان إذ أنكرت إمكانية التعاون مع شاروخان في الوقت الحالي وأضافت بأنها تحب العمل مع شاروخان وتتمنى أن يكون هناك عمل جديد يجمع بينهما في الوقت القريب Se pone con el cielo, me dice que se कितनी भी तकलीफें आए हमें कुछ नहीं हो सकता अगर हम लोग जिंदा हैं एवरी टाइम दैट साउंड केम सो वी डू इट वेरी सीरियसली एंड आई से ये देखो And we couldn't obviously stop. We love you too. Okay. Okay, we want because Romancia is here and she is going to interpret what. मैं जानता हूँ तुम जानना चाहती हो कि मैं जानबूझकर रेस हार क्यों गया तुम्हारे लिए. अगर मैं रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता और मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत हसीना का दिल कैसे तोड़ सकता हूँ. इसीलिए किसी ने कहा है कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को क्या करते हैं.